بالنسبه للمواطن كامل كيسمع الغازوال تزاد ما كيباليش، كيقول لك انا ما عنديش الا شاحنه لا سياره، ما كيباليش بالزياده. ولكن نهار اللي كيجبر البطاطا كتسمع 3 دراهم، صفحه كتسمع 6 دراهم 7 دراهم، كيقول لك بزاف على هاد الزياده. احنا ولينا واقفين دابا، هذه مده 10 ايام وحنا واقفين دابا، يعني انا الاسره ديالي غتشرد. وصل المزاد المازوت وصل ل 11 درهم، راه حنا اضطرينا كنضطروا بلانا نوقفوا كاع، ما نقدروش نزيدوا نخدموا. المازوت مصيبه، لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله يدير شي ما لا نجبروش باش يخلطوا شي فور، ولكن والمازوت ما اللي خلينا والو، ما ليش كيتنا فيه والو، كنوصلوا السلعه عند الناس فابور. ما عرفتش الحكومه واش عايشه معنا في المغرب ولا لا، هذا هو السؤال اللي كنعرف. إذا كانت عايشة من الحكومة في المغرب خاصها تهود للشارع وتشوف شنو كاين. الشارع وتشوف شنو كاين. مشاهدي إذاعة كاب راديو، مرحبا بكم. معنا واحد صاحب شركة ديال النقل البضائع على مستوى الوطني والدولي. سي محمد، أنتم يعني كأرباب شركة ديال النقل، كيفاش كتنعكس عليكم هذه الزيادات الصاروخية والغير مسبوقة في المحروقات في المغرب؟ هذه الزيادة يعني دخلت علينا يعني سلبية، يعني ما خلتنا في النقل ديالنا ما نزيدو، ما نقدروش نزيدو قدام، يعني اضطرينا نوقفوا العمل ديالنا مرة تماما بصفة نهائية، ونقول شو حنا واقفين مضيعين بكل شيء ديالنا، بولادنا بالشيفورات ديالنا واقفين، ما نجبروش باش يخلطوا الشيفور، ولكن والمازوت ما اللي خلينا والو، ما ليش كيتنا فيه والو، كنوصلوا السلعة عند الناس فابور، يعني اضطرينا نوقفوا بصفة نهائية، وحنا دابا الآن واقفين بلا إضرب بلا شي حاجة، واقفين راسنا. ما حاولتوش ترسلوا يعني شي جهات معينه، الحكومه او الوزاره؟ عينا ما نرسلوا بصفتي كممثل ديال النقابه هذا القطاع النقل، عينا نرسلوا في الوزاره، ما كاينش الاجابه، يعني ما كيهضروش ما كيردوش بصفه نهائيه. بالنسبه لكم يعني يعني مثلا الشاحنه ديالكم الحجم ديالها واش كبيره ولا صغيره؟ مثلا شحال باش كتمشيو من هنا للدار البيضاء؟ من هنا للدار البيضاء الشاحنة صغيرة كتمشي ب 1400 1500، وعندها المازوط 1600 1700 مع لوطوروت 300 درهم لوطوروت دي بلاصمات الشيفور، يعني زيد وزيد وزيد وزيد، ما كاينش شي طوالو وسلام. الي 1500، والسيار ديال الي روتور 1700 1800 ديال المازوط محروقات، ولوطوروت فيها 300 درهم، دي بلاصمات الشيفور 300 درهم، واجمع الحساب وشوف شنو ماشي يبقى لك وشنو هانتينا غنرجع من تما ب 1700 ولا 1800، ما كاينش طوالو، من الحساب ما كاينش طوالو والو. بطبيعة الحال غيكون كيضر أصحاب الشاحنات، وفي نفس الوقت كيضر المواطنين، لأن ديك النهار كان واحد الثمن مثلا غنقولوا كان المازوت ب 7 درهم أو 8 درهم، كنا كنخدموا ويلاه غادي نريلانتي، يعني غادي هو هذاك بين وبين، دابا ملي تزادت المازوت وصل مزاد المازوت وصل ل 11 درهم، راه حنا كنضطروا بأننا نوقفوا كاع، ما نقدروش نزيدوا نخدموا، لأن الثمن ديال الترونسبور كيبقى هو هو، يعني ما كيتزادش، لا أصحاب الشركات اللي كنخدموا معاهم ولا أصحاب الخضر والفواكه مثلا مواد غذائيه، دائما كيبقى كيعرف راسو بان هو صيفطك للدار البيضاء كتمشي معاه مثلا 1400 درهم ولا 1500 درهم باش كتمشي معاه، انت كتسير واحد 2400 ولا 2500 درهم كتبقى مهم الي روتور، هذه بطبيعه الحال 2500 ولا هذا كتسير الي روتور، انت كتمشي من هنا بواحد 1400 ولا 1500 درهم كتولي جاي من الدار البيضاء بواحد 1500 ولا 1600 واحده اخرى، وكتدوز المده ديال 3 ايام او 4 ايام مثلا، ملي كيجي الشيفور عندك كيجي واكل ديك 700 درهم ولا 800 درهم اللي شاطط له، يعني ما شيط لك والو، انت اللي شاريك مليون ب 70 او 75 مليون، مع العلم دابا ملي تزادت هذا المازوط الى 11 درهم راه بطبيعة الحال غنمشيو نتهلك ديريكت، والمواطنين بطبيعة الحال راه يضروا، دابا إلا مشينا زدنا الترونسبور مثلا تزاد في الترونسبور غيضروا المواطنين، لأن راه ما كيضمننا حتى شي واحد حقنا، دائما كنبقاو حنا المتضررين كحنا كمواطنين العاديين. زيادة راه قهرتنا زعما الصراحة، فهمتي الحالة سيئة، داكشي اللي تعملوا فهمتي كتعمل 200 درهم ولا 300 درهم ما دير بها والو فهمتي. وعاد يعني الخدمه ما تقدرش تكون شي واحد المحروقات زادت مثلا كاين يعني ما كيقبل منك حتى شي واحد، الا كتزادت المحروقات والخدمه تزاد ماشي مشكل، ولكن دابا المشكل هو المحروقات زادت والخدمه ما كاينش، الخدمه ما تقدرش تنطق بها بعدا، حنا جالسين كنشوف الشاحنات تقريبا كلهم واقفين ما كيتحركوش، واش ما خدامينش؟ خدامين ولكن داكشي قليل بقى اخر سيمانه انا اللي تحرك سيمانه ولا جوج سيمانات ونصبي عملت كفايج،
وما كان عندك فايج انا قلت لك المازوت مصيبه لا حول ولا قوه الا بالله والني يدير. شنو النوع ديال السلع اللي كتوصلوا نتوما؟ حنا كنعملوا كرابه والرمه بالسيما والحديد ديك الشيء هنا في السندينة. حنا ها في السندينة ما كنخرجش زعما من غير نفس السندينة راه حنا مقهورين. معك احمد بكدور سائق شاحنه لنقل البضائع لحساب الغير. حنا هذا المشكل اللي عندنا ديال الزياده ديال الغازوال ما كتكونش شي زياده ب 20 فرانك ولا 30 فرانك في الزياده، ديما كنتفاجئوا بزياده بدرهم جوج دراهم، والنهار اللي كنضروا كنعملوا دوك الوقفه احتجاجيه اضراب على الصعيد الوطني كنجبروا القطاع مقسوم على ثلاثه ولا اربعه ديال الجهات، كتجبر جمعيات ونقابات مختلفين، مي كتوقف النص كينو يخدم والنص كيبقى واقف، ومي كيراسلوك كيقولوا لك مثلا سير تخدم حنا غنهضروا مع الوزاره يكون خير هنقصوا، وما كتكونش ما كيكونش الحل، ديما كنتفاجئوا بالزياده درهم جوج. وبالنسبه للمواطن كامل كيسمع الغازوال تزاد ما كيباليش كيقول لك انا ما عنديش الا شاحنه لا سياره ما كيباليش بالزياده، ولكن نهار اللي كيجبر البطاطا كتعمل 3 دراهم صبحت كتعمل 6 دراهم 7 دراهم كيقول لك بزاف على هاد الزياده، ومن ضارين حنايا في هذا القطاع هذا عاوز فيه بيع وشراء بزاف، كتجبر مثلا الخدمه كامله عند الوسطاء عند السماسره، مي كيجي عندك يعطيك واحد الثمن ناقص باختك ما كتقدرش تدافع على راسك، مي كتعمر الغازوال وكتوصل السلعه ديالك للكليان كتجبر انت ما شاطلك والو، خدام عندك واحد الشاحنه راس المال ديالها بواحد 40 مليون ولا 50 مليون ما كتوصل عند الكليان ما عندكش حتى 100 درهم في الجيب ديالك، وزياده كتبقى واقف نهار يومين باش تستنى النوبه ديالك الشارج متدبر ما تشارجي كتجبر ديك 200 درهم انت كليتيها وصباح في واحد مدينه اخرى غريب ما عندكش حتى ما تصير، ومشاكل خص المواطن حتى هو ينضم معنا ويكون واحد الوقفه احتجاجيه ونشوفوا الحل هذا المازوت اللي كيتزاد دائما نهار على اخر كيتزاد، والحل كنطلبوا من جميع المغاربه ينضموا معنا ونشوفوا شي وقفه احتجاجيه ونخرجوا بشي نتيجه ان شاء الله. خصنا الحكومه تشوف الحل لهذا المواطن، علاش الانسان اللي كيحس بالضرر هي اللي عايش فيه، حيت اخر مثلا كيفاش يعقل رئيس الحكومه وهو مترأس على 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 الشركه ديال الغازوال ما يباليش بمواطن كعنده ولا ما عنده شيء. معنا واحد السائق مهني غنتعرفوا عليه. السلام عليكم، حميد النجار سائق مهني للنقل الدولي. السي عبد الحميد مرحبا بك في اذاعه كاب راديو. السي عبد الحميد، انتم كسائقين مهنيين هاد الزياده ديال المحروقات اللي شفناها مؤخرا واحد الزياده صاروخيه، كيفاش كتنعكس عليكم او كيف كتشوفوها انتم كسائقين مهنيين؟ طبيعه الحال هاد الزياده راه ماشي عاد تنعكس عليا كسائق، راه كان المواطنين تاهما راه عندهم تما الضرر تاهما، لان السلعه غتزاد، حنا وقفنا من الخدمه دابا الباترون قال لك انا ما يسلكنيش حطوا وقف الكاميون، احنا ولينا واقفين دابا هذه مده 10 ايام وحنا واقفين دابا، يعني انا الاسره ديالي غتشرد وبزاف الباترونات تما راهم واقفين تما على الخدمه والشيفورات يتشردوا تما، هاد الزياده كامله كضر حتى المواطنين تما كضر المواطنين، راه يعني السلعه غتزاد كلها غتزاد في النقل، يعني الشيف الباترون لما كلفه الا ما زادش على السلعه باش يجيبها راه ما غاديش يجيبها، والمواطن غتزاد له في الثمن، راه ماشي على السائقين والباترونات اللي عندهم هاد المشكل، راه حتى المواطن تا هو راه عنده مشكل في الزياده. السي عبد الحميد، شنو النوع ديال النقل اللي كتعملوا نتوما؟ شنو كتنقلوا في هاد الشاحنات؟ حنا كنقلوا البضائع عبر النقل الدولي، انا كنمشيو لبلجيكا هولندا فرنسا اسبانيا ايطاليا، كاع المنتجات اللي كتحط ينتجها المغرب كنصدروا حنا كنديوها، عندنا مشكل حتى في الحدود الاسبانيه مع حسب المازوت، يعني غدير المازوت بلان من هنا غيقيدوك 472 الاورو. ما عندكمش الحق انكم تديو المازوت معكم، كما نقولوا خصكم تديو واحد المقدار قليل غير اللي يوصلكم للحدود ومن ثم تعمروا المازوت ديالهم. اكزاكتلي هذاك الشيء هو اللي كاين، هنا خاصك دير معك 200 اطرو ولا تزيد اكثر من ثم كتخلص لها مخالفه. ما عرفتش الحكومه واش عايشه معنا في المغرب ولا لا، هذا هو السؤال اللي كنعرف، الا كانت عايشه معنا الحكومه في المغرب خاصها تهود للشارع وتشوف شنو كاين.